يلا فاتي خاطركم. مع السلامة. يلا يلا علي بيك تفضل عود. يلا عاصي. انت شو بدك من جدي؟ اسأليه خليه هو يقلك. هذا اذا قلك كمان اسألي شلون بيقبل تحايل علينا. طيب قلي انت شو في؟ الاراضي اللي كان بدنا اياها للمشروع راحوا اشتراهم من اصحابهم من غير علمنا، وكلهم شان ياخذ المشروع منا. جدي كل عمره بيشتغل بالاراضي، له حساباته الخاصه، ليش مصر انه عمل هالشي لحتى ياخذ مشروعكم؟ ليش في اشطر منك بالدفاع عن جدك؟ ماشي مثل ما بدك يا انسي، اصلا كل الحق علي انا. ما بقى بدك الشراكه مع ابي ولغيتها، وعم تهدد جدي قدام عيوني، هذا كله شو معناته؟ انا ما عاد بهمني شيء ابدا. انت وحده شايفه حالك عاصي وزياده عن اللزوم، بس في فرق كبير بين الغرور والكبرياء. غرورك هذا رح يضرك يا عاصي. عاصي لو معي مسدس كنت قوصته هلا. شو صار؟ ليش هالحكي؟ انا رجعت حكيت مع علي وخلص وافقت عليه. ليش؟ امير. ايه فاتن. وينك انت؟ فيك تجي لعنا هلا؟ أنا هلا كتير متضايق بلاها اليوم، خليها لبعدين. أمير الموضوع كتير ضروري ولازم شوفك هلا. ماشي خلص بحاول إجي فاتن. شايفة رجعتي؟ فيني أعرف شو صاير؟ رسلان ضارب واحد بالسكين والرجال متنازل عن حقه، عم نشوف إذا رح يطلع. فاطمة وينها؟ ليش ما جبتها معك لهون؟ متضايقة كتير ما جبناها، وعكاش ضل معها كمان، أصلاً ما في داعي يجي حدا لأنه يمكن يخلو سبيله هلأ. إذا هيك ليش منتظره؟ أحسان بيك، رح يخلو سبيله هلأ، يا ريت تيجي معنا لو سمحت. أنت اللي تضلي، روحي على البيت. أنا لازم شوفك كل ما فتلت وشي. أنا جاية مشان ابني، ما توقعتي تلاقيني هون بهيك ظروف. ما عم بحكي عن اليوم بالذات، أنا عندي علم بكل شي يا سهيلة، لا تغشمي حالك بقى. أنت على شو عم تلمحي؟ رح قلك على شو. حاجة حومي حوالين جوزي عيب عليكي. أنت بتعرفي منيح أنه أنا وإحسان في عنا ولد، وسبب وجودي هون هو رسلان. أنا ملاحظة كيف عم تتقربي من إحسان، أصلاً أنتي عم تدوري على حجة لتشوفي. ما رح أسمح لك تتجاوزي حدودك معي، ولا تفكري بتقدري تمحي الحقيقة. ولا بدي أمحيها ولا بتهمني، بس ما رح أترك لك الساحة يا ست سهيلة. أنتي خليكي على تصرفاتك هاي وهي أنا. بعدين لا تنسي نحن عشنا مع بعض أكثر من 20 سنة، وكل عمرنا مرتاحين ومبسوطين مع أولادنا ومع الناس. عشنا مع بعض على الحلوة والمرة، وعندي كل القوة يلي بتخليني ما اسمح للوسخ يلي كان بماضي جوزي يرجع ويدمر حياتي. ما رح اسمح لحدا طول ما اني عايشة انه خرب سعادتنا شو ما صار ومين ما بيكون، وخاصة انتي. لسات ولد جاي هالدنيا انا، بس يشتغل من دون رأي خالته يجي بقى يعمل حاله زلمي علينا. تجي نطلع لبرا شوي؟ جمال بيك نحن منستأذن. سمعتوا؟ شفتوا؟
عم يهددني عينك انت عينك لسه ما فقس من البيضة بك انا راح تشوف ها شو معناتها هاي شو بده يعمل لي يعني قال بكرة بتشوف قال مرحبا اهلين كيفك منيح ماشي الحال كيفك انت ان شاء الله بخير والله تمام شفتك طلعتي انشغل بالي ضايقت شوي امتى طلعت هو ما بيستاهل يا عاصي وعم تزعجي حالك مشان هالفاضي راح خليكي تنسي وبتشوفي بتوصلني على البيت؟ نعيوني غريبة وين اختفى الولد؟ هو قال لي انه رح ينتظرنا هون وقت اللي كنا جوا هلأ طلع من شوي احسان بيك رسلان وين رحت؟ طيب ليش ما استنيتنا؟ طيب حبيبي قال بده يتمشى شوي هلأ صار واضح ليش عمل هيك هذا بيعرفها انه بتحبك قام شط ظهره بجمال آغا قال بركي بيصلى وصل لكل شي بده اياه من زمان في شغلات ما بتعرفها أمير وانت في شغلات كمان ما بتعرفها ومشان هيك قلت لك تجي لهون بما انه عاصي ما قدرت تقول لك الحقيقة انا رح اقول لك اياها على فكرة عاصي اليوم لحتى ردت له جواب لعلي هي عملت هيك بس مشان تضايقك اليوم؟ اي والله اليوم وليش هي ما كانت قبلانة؟ لا ما وافقت عليه الا بعد ما قررت تخطب هي كانت عم تحاول تقهرك معقول تقبل فيه وهي بتحبك يا امير؟ بتصور انه كل شي كانت عم تعمله بس مشان تعرف قديش